الله من عنده يسعد لي صباحكم. تعالوا نشرب قهوتنا. أنا بشرب نسكافيه مير وهادي بيشرب كابوتشينو حلو. لو كانت مرت عمي هلأ حدي شو كانت قالت؟ كانت قالت إيه؟ لأنه الحلو بده حلو. ابنا يا جماعة ابنا، ما فينا نلومه. الله يطول لنا بعمره والله يحمي لنا أولادنا. سبحان الله، كل أم بتفكر بولادها هيك. الله يحمي لكم أولادكم ويحمي لنا أولادنا، آمين رب العالمين. وطبعا زوجي يعني شيخ الشباب هادي، الله يخلي لي إياه ويخلي لكم أزواجكم يا رب. حبيت عند الصبح بس فرجيكم فنجانين القهوة تبعنا ودردش معكم نتفي، لأنه بعد شوي رايح لعند حماتي، فحاولوا معي يشربوا القهوة. كتار بتكتبوا لي يا ليلى منظر القهوة عندك بشهي. فهيدي هي قهوتنا، شربنا قهوتنا ولبسنا وجهزنا حالنا وهلا نازلين على طرابلس. بس بتعرفوا شغلة؟ خليكن معي بدي قلكن عشية. يا الله شو تسقيلي، بس ما بيأثر. هلا رح اخدها معي لانه بدي ذوق ست الحبايب البوزة. تعرفوا ما رح ذوقها هيدي الكريم شانتيه اللي نحن عملناه انا وهيدي، رح اشتري هلا على طريقي سحلاب، لانه البوزة العربية يلي نحن كنا ناكلها بالزعنات ببكداش، يلي دايق بوزة بكداش بيعرف انا عن شو عم بحكي. بوزة بكداش او هاي البوزة العربية البيضة مع الفستق الحلبي، يلي دايقه بيعرف انه فيها نكهة مستكة، نكهة سحلب. فحاخد هلا على طريقي سحلب ورح اخد المكنة معي وندوقها البوزة لست الكل. يلا يا ترى هالحجاب اللي بقلي، ما بعرف احيانا بلبس هيك انواع حجابات بتكتبوا لي يا ليلى كثير حلو عليكي واحلى من الشال واحلى من الحجاب يلي صوره القناه انا لابسته. احيانا بتكتبوا لي يا ليلى لا ارجعي للشال، والله حيرتوني. فاكتبوا لي اي نوع من انواع الحجابات بيلبق لي اكثر شيء. بس شو بدنا بالحكي، الطقس اليوم خرافي، طقس رائع. اكتبوا لي عندكم ببلادكم بهيدي الايام شوب ولا برد ولا كيف الحراره. كنت عاملة امبارحة خبز البريوش، هيدا الخبز أو بعتقد أهلنا بسوريا بيسموه المعروك، بس البريوش نحن ما بنحط له محلب. فكنت عم طعمي مودي يقبر قلبي، كان له مرضان هيك كم يوم، مرشح مقرب ما بعرف شو بتسموه، مصاب بالإنفلونزا، فعطاني إياها ما قدر يكملها. بس كتير طيبة كتير كتير. إجا رماح، أنا ناطرة هلا عائلتي تنزل وتصير بالسيارة لأنه لسه ما نزلوا كلهم، فناطرتهم ينزلوا لحتى اطلع انا على السياره، لانه حسي اذا بدي اقعد بالسياره كثير شوب. حكيت مرت عمي اليوم الصباح قبل ما نتفق انه ننزل اليوم وهيك، فقلت لها شو رايك نتغدى اليوم مع بعض؟ حياتي دخيل قلبها، قالت لي يا ريت. هي قالت لي هالكلمه وانا ركض ركض لعندها. لوين طالع؟ حلك حلك، وين التيتا؟ يا تاتا فتحت لنا البيت. سلامتك سلامتك لك، سلامتك 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 يا تيتا، سلامتك صحيت الحمد لله. لك مرت عمي الورد للورد، ولك انا مش شايت لك. نحن عرفناكي جايه زينا الديران، شفتوا ما احلاها زينا الديران بالورد. لك مين ما بيتمنى هيك حمايه؟ طبعا انا بستا مش ما تقولوا ها ليش عوين انت اكيد تقبري قلبي. لو سهله فيكي ليلى انه مرت عمي. نعم حبيبتي انت، الدنيا كلها مشتقت لك. استمي لي يا رب من الاخر عمي بالاخر حبيبتي يا اميره. لي عم نفس الكلمه قلت لي اميره امبارح، قلت مرت عمي الدنيا كلها مشتقت لك. عن جد؟ وليلى عم تقول لي الدنيا كلها مشتقت لك. انا قلت لهم هلا يا مرت عمي انا بكتب لهم، بس اسم الله يعني هلا انتم انا كتبت لكم اعذروني، لانه اللي بيكتب لي بيكتب لي هو بيكون شخص عم يكتب لي، بس اذا انا بدي جاوب بدي جاوب على ما شاء الله محبين كثار. الحمد لله محبين كثار الحمد لله. بس امبارح الحمد لله امبارح لما نزلت الفيديو، فيديو مع كورونا يا مرت عمي هذا شغلي. نعم. هذا جبريل، جبريل الغليظ هيدا. امبارح لما نزلت فيديو المعكرونة عملت كتبت كومنت من البداية من الصبح مشان اقول لهم انه خلص مرت عمي الحمد لله منيحة وما تعتلوا هم، بس انا ما عم فيني انزل على البلد لانه يا مرت عمي عنا امتحانات. اكيد لا الامتحانات ابدا حبيبتي انت، اكيد انا مقدرة هلكوني، انا مقدرة، انا عم يشوفوني على الطريق، عم يشوفوني عم يسلموا، ما بيسألوني عنك.
بيسألوني عن أميرة، بيسألوني عن خلطة سلام. صح عم حبيبتي عم بدي لحقوني. امبارح قريت كومنت عم يسألوا عن خلطة سلام. الحمد لله الكل بخير والكل بألف خير، الحمد لله بنشكر الله نعمة وفضل من رب العالمين. وهي ست الحبايب حبيبتي بتقبلي هالشعر؟ انه بقصد هوني نصين، نص لمرت لعن حضرتك ونص لسنتك، شو رأيك بقى؟ ليه بدك تقسمي حلقة؟ خليني عطول عندك وخليني عطول عندك. ليه بدك تقسمي عطول عندك وعطول عندك؟ ليه بدك تقسمي حالك نصين؟ تعالي قعدي بقلبي. هي عيوني انتي، الله يسلم قلبك. حبيبي تعالي. الله يسلم قلبك. ليكوا لعلكم شغلة. فكنت عم اقول لكم بس التحيت شوي، كان في بنات عمي جوا فتت سلمت عليهم ورجعت. شو كان بدي اقول لكم؟ نسيت والله. عمي شو كان بدي اقول لهم؟ ما بعرف. انا قاعده بقلبي. ايه اللهم صل على النبي. نسيت اكيد. قاعده بقلبي، قاعده بقلبي. هلا بقول رح اشتري خمسه لبي حماتي. افكارك بتقولي ما بعرف. ايه لما حكيت مع مرت عمي عند الصباح اتفقنا نحن شو بدنا نتغدى مع بعض اليوم وشو بدنا نعمل اكل. ففي اكله من زمان عملت لنا اياها مرت عمي، هي اساس الوصفه، هي وصفه بنت عمي، بنتها لمرت عمي، بنتها الكبيره، بنت امي اختي، بنت امك. عليها اكلات بيجننوا. اذا ذاكرين اول فيديو نزلته برمضان عن الارمان باللبن، الفيديو اللي بعده كان هدول عش البلبل، شغله هي وصفتها. فكتير شطوره بالطبخ، بسم الله عليها. مرت عمي هذا شو؟ عم حبيبتي. ليكو انا ليه بخطف الكبايه من راس المعون؟ المهم فبدنا نعمل اليوم وصفه من وصفاتها ياسمين، يلي هي الكريسبي مع البرياني. صح. هذا شو؟ هذا ياسمين وجاردينيا. انا حطوش وفل. ما شاء الله. شو بدي اقول لك؟ قصة الزنبق نقص، بس الزنبق بدي اروح وين بالبوكيه. هذا كله لانك عرفتي اني جايه. احلى هالريحه. كله لانك عرفتي. هذا كله كله ايه كله هذا كله. ليكو ليكو هالورد هذا كله هذا كله بس لانه ليلى جايه لعندي. يا عمري ليه القرنفل برد الجوري؟ لا 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 يا انت ليش القرنفل كم لون؟ انت شوفي دخيل الله. والله لعنا ليلى جاي، والله بدي احطهم بالبالكون. عبري قلبي، ريتك تكبري قلبي. لك الله يطول لي بعمرك وعمرك. انا شو بدي احكي؟ حبيبتي انت، حبيبه قلبي يا مرت عمي. انا لما بقول لكم بغياب امي عندي ام ثانيه بأسادو. اهلا وسهلا فيك، الله يطول لك بعمرك. عمر جميل ويطول بعمرك. وهي الوردات انا بدي اهديها لكم كلكم، كلكم حبيبات قلبي المتابعين الاوفياء يلي هن متابعات قناة ليلى جواد، هن أكثر ناس فيهم أخلاق عن جد. بحبكم كثير. يعني هلا انبسطوا لأنه شافوني كثير. بكم مالكين الدنيا هلا. أنا منيحة بصحتي بشحمي وبلحمي. انتبهوا بشحمي وبلحمي. أنت عم بتقولي تقسمي حالك نصين يا ست؟ عمو حبيبتي أنا عم فكر أنا أترك. عمو حبيبتي خليني أنا عم فكر. لا لا أنا عم فكر أنا أترك أترك حبيبتي. أترك اليوتيوب خلص أحضر الحجة. هي عيوني أنت يا ليلى. هلا بيقولوا لا يا ليلى. أنا بعرف هن بيحبونا كلنا ونحن. أنت عيني وكل الدار. حبيبي حبيبة قلبي. بشهوا ريحتهم يا مرت عمي. نعم. هذا ما بينعمل منه ورد؟ نعم. مي ورد؟ نعم حبيبتي. مي زهر؟ الورد الورد له مي الورد له ورد خاص. هذا لزيني. بس ريحته هذا ياسمين الشام بيسموه. ايوه هذا ياسمين لزيني. الفل والجاردينيا لزيني والريحه العطر. شفتي كيف عيطتي بالمطبخ؟ كثير. شفتي لكي هي لكي هي لكي هي جاردينيا لك شي حلوه. هيدي الجاردينيا. لك الجاردينيا ريحتها بتشق القلب. هلا منخليه ينعمو حبيبتي ليكي، حاطه محرمه كلها مي من تحت ليكي عشان يضلهم فريش مشان فهمت عليكي لانه هن مقطوفين بس زهر. عمو حبيبتي لك خليكم مرت عمي شو عن والله فعلا محرمه كلها مي. محرمه كلها مي وعبي يا ورد بضونه. رائع رائع حبيبي ضونه ومان ثلاثه. معلش يا عمو حبيبتي استقبلكي فيه يا عمري من ايشك وهلا. بس شو بدنا بالحكي، انا طالعه ببنيتك ما في الا ريحه الطبخ والنفخ. عمانه برقبتي والله العظيم. انا قلت شاهدة مع اساس ناطرتني مرت عمي. شو عاملي هيك؟ عندي عملت شوي قلايه بزيت، عملت شوي بحامض، وعندي من خير الله وخيرك معكرونه بالصينيه ليك. الله يديم نعمه. وعندنا بيتزا بعد امرك. هدول كلهم اوكازيونات ها؟ ايوه هدول اوكازيونات. وهلا انت شو ناويه باذن نعمل الكريسبي وصفه بنت عمي. ايه. الكريسبي مع البرياني تمام. وهنا اعلى اللبن للخيار بلبن. هلا بعد بفرمون انا جنب البرياني. ايه تمام. هلا بنسمي بسم الله يا شاطره ومنشمر عن ايدينا ومنبلش ومنفوت مثل الشاطرين على المطبخ. نحن ما بنعرف نيجي بعد غياب زياره نقعد على كنبايه نتشتت. هيك ما عودتيني. هيك ما عودتيني. من فوتتنا نحن على المطبخ بالاحضان على المطبخ.
بنت عمي. ايه هي وصفه بنت عمي. هلا بنقلي الكريسماس بالله. بقليهم عني. خلي بقيتي كلامي مش حبيبتي جيد. غير شكلي. حبيبتي. بسم الله. حبي الزيت بسم الله الرحمن الرحيم. على. بشدد على غسيل ايدين، على طول لازم ايدين تضل نظيفه. الايدان والضفير ضفير مقصوصه والخواتم دخيلك دخيلك اسمحوا لنا لا حاطين مانيكير ملومين الضفير حبيبتي انت يا لولو يلا حطي لك وحده هسه عمو حبيبتي حطي ما احلاها مرت عمي لا وحطي لي مانيكير ايه اجلادور ودي عم تلمع هيك بيضه الضفير هلا ما في مانع الواحد يعني اي ست بيت بتحب تحط الاكلادور المانيكير تعمل بيتيكير وانا بعدني عم احط بالمقلايه اي ست بيت بتحب تحط حطوا وربوا ضفير اذا بدكم مع انه انا ضد تربيه الضفير لا لا عم حبيبي يعني اللي مراقه انا قصدي كست بيت اللي مراقه انها تربي ضفير وهيك بس ايه بتكون بتحب الترتيب ايه بس بالطبخ لا ما فينا ايه يعني يفضل لبس الكفوف عم يفوت على زلعومنا احسن ايه احلى ما يفوت على زلعومنا صح معك حق لو انا عم يفوت برا لبرا لغسل ايدي هلا هيدا بهار شو يا مرت عمي؟ هذا بهار البرياني هلا هي بنت عمي اللي عم بتحط البهارات ليكو هذا بهار برياني ايه؟ انا جبته معي من البيت هيدا ايه؟ بهار احمر هلا هي مرت عمي قالت لي انه البهار تاعي البرياني احمر فانا شفته عندي وجبته عم بكتشف البهار البرياني اللي عند مرت عمي لونه اصفر يمكن عمو حبيبتي بيكونوا شادين عليه بالمواد عرفتي الكركم والقرفه الناعمه وسبع بهارات أه. كله كله فنحن رح نحط من جهتين فنحن رح نحط من الشكلين وهاتيكي لقمه بتاريخ عمرك ما نتضايقتيها هلا وصفه كثير طيبه انا قديش قديش عمري عقد من دقيقتين شفتوا قد ايه بنت عمي بتحط بهارات البرياني ذكر هو الاصل ليلى ايه هو الاصل الاصل هو صح هذا شو هذا قرنفل هذا قرنفل ايه حطيت قرنفل ايه حط في قرنفل مرت عمي لكن انا هول هن البهارات ايه عمو حبيبتي عمو حبيبتي قرفة مين منا بيعرف القرفة؟ ايدين القرفة مين ما بيعرف الحر؟ بس ها بدي اقول شغلة انا جاي على الطريقة مرت عمي الحر خصام ايه حق الكيلو 30 قرن والحلوة الخصامة والله الحلوة كانت بهالقد هلا قدها نازلة متذكرة قد ايه كان؟ 200 200 قرن مظبوط اجا وقت الفلفل الرومي العادي مظبوط وصل سعره ل 200 قرن ما بعرف بقية البلاد اذا عم تفهموا على المئة ألف هو يمكن دولار قولوا المئة ألف دولار بس هلأ رخصان هذا الحار هذا كان أغلى شيء هذا صاير بثلاثين صحيح بدي جيب مول والله عمو حبيبتي جزرة ايه؟ مقطعة شقفتين كم ورقة غار لك هذا الغار جبتيني الله يعني الله يعوض ايه ولم الضيعة هذا الطازة لكن أحليه تحية كبيرة لأم حسين ايه والله عمي ايه والله حدي هول من أرضياتها لأم حسين لكن ثلاث بصلات صغار اثنين ماجي برياني نوعين لكن صح شفتين برياني صح. حر نتفه رومبون حبيبتي انت وهان وهان هي الريحه احتوري مشكل مشكل اصلا ريحه البرياني طلعت بالمطبخ استوي شو بدي اقول لك شو هذاك مثل الجمل هذا الجمل الجمل ذكر الجمل اذا تريدي رجعنا من الحج والله عظيم كثير كثير انبسطت لما شفتيه والله وكتبوا لي بالكومنتات ليه ما اخذتي مرت عمك معك انا اذا بطلع من هون يمكن لبيروت اي بيروت والله اقرب من بيروت ما في مشوار بعيد ما بقدر اعلق ابدا ابدا عم بتروح يعني الله يسعدكم حبيبه قلبي الله يسعدكم كثير انبسطت هو فعليا المشوار كان طويل لانه نحن برمنا من طرابلس بيروت زحله بعلبك هرمه عندك تحكي على العاصي تحكي على الهرمه الله بياخذني معك ما بتروح والله انا بتمنى بترجعها بقول لها ليكي مرت عمي نحن الحمد لله سيارتنا كبيره بقول لها البنك الوراني انا بقعدها لقدام لمرت عمي كلكم بتعرفوا هالشيء الا بنيم لك البنك الوراني بخليكي انه اذا مشان وجع الجيران اكرمكم الله خليك تمدي جريك كل الطريق بترتاحي بتقلي لا هي الروحه كلها انا ما بدي اياها بك الله يبسطكم كاني رحت بحس يعني انا حضرتك كاني رحت على قلبك يا عمري كاني شفت القلعه يعني خلينا ننبسط معك بهالمشوار ايه والله بس والله منظر منظر القلعه حلو. منظر القلعه هالعواميد لما بتطلعي فيهم هيك يا مرت عمي بتطلعي بتقولي اوف يعني سبحان الله سبحان من عملت كيف سبحان من ركزها هيك سبحان من سخر مين يعمرها عن جد ايه والله بس منظر رائع منظر بيسبح الخالق ليلى حبيبتي لما كنا بالبيت عند امي بياخذونا رحله المدرسه على قلبك امي ما قالت تبعتنا الله يرحم امك يعني منك رايحه انت وصغيره والله مشوار اللي امي ما بامن يا امي اللي ابدا امبارح لما شفتك
طلعت قضية الله يرحمك يا أمي. هلا شو بتلعب؟ بس بتعرفي أمك معها حق؟ مشوار بعيد بها. يعني هلا مرت عمي هي وعم تحكي عن جد تذكرت إنه لما أولادي هلا أبرم هيك على الإضاءة لأنه الإضاءة ما بعرف كيف هلا اليوم هون. ولادي بس يطلبوا منهم مثلا بالمدرسه ان كان من قبل ولا هلا مثلا يقولوا لي يا مرت عمي الاسبوع الجاي في رحله. نعم انا بنقص ما بتحكي ما لك قلب. لا انت رحتي انت وخدت رحتي زوجي. انا بروح مع زوجي. بروح مع زوجي بيروح ولادي معي. الام طبعا ما بتحب بحب اخذ بحب اخذ ولادي معي. يمكن ما بعرف يمكن غلط تفكيري غلط يمكن لازم الواحد يبعتهم بس بعتلهم بقول انا لما بروح انا مع اولادي بضل عيوني 10 10 يا ربي ما يبعدوا يا ربي ما يقربوا على المي يا ربي ويا ربي. حبيبتي بحمية الله كل شيء بمشية رب العالمين ونعمة بالله. خلص ما قالت قلب خلص قلبك نازي سبحان الله الأم بطبيعتها صح. لما مودي كان ماشي بالقلعة لما بيمشي على الحافية ياما شايفني بشيله وبحطه على جنب كل شوي بشيله وبحطه على جنب بعد عن الحافية يا مودي بعد عن الحافية يا مودي وأحلى من هيك عم حبيبتي إذا بتروحي على بيت الدين إذا بتروحي على قصر بيت الدين كمان أمي ما خلتني بتروحي معي كمان أمي ما خلتني كمان ما خلتها تروح ما خلتني على قصر موسى عم حبيبتي أنت هونيك كمان بيحكوا لنا رائع رائع طب تروحي نروح ما في مشوار بعيد ما في ليلوش يا حبيبتي ما بتروح والله العظيم عن هل كريسبيات مصليين على النبي غير شكلس ها خلص رمضان خلص رمضان هلا صار فيني دوق لك يسلمون انا مفكريني عم بمزح لا هو فعليا انا بدوق هي ما صدقت انت خلص رمضان لحتى بدوق انتوا شايفين يا رب رمضان شو 16 شهر انتوا لو شايفينه ورا الكاميرا عم تعمل بايديها هيك ما صدقت انت خلص رمضان حبيبتي لك الدزات طبي معلقتين ثلاثه زيت نباتي ايه ولك قطعتين زبده طيب قطعتين زبده قدر تقريبا ملعقتين طعام ايه خليكي كعنا جبنه ليلى جبنه تشيدر او جبنه قشقوان نحطها على الباز بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ها احلى شيء هالدبدوب اي دبدوب هذا غزال عمو حبيبتي تحطي هالمعالق الخشب قريب علي بسم الله الرحمن الرحيم بس والله الكريسبي حار ما ها شلون احترق هي قلبتي مبسوطه ما انا حره كنت تنيتيها كانت تنداوي تيتي خي الحمد لله اللي حمد الحره سمي بسم الله ونحط هالتوابل كلها مثل ما هي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما تعمي ضروري زبده وزيت عمو حبيبتي مشان ما ينحرق معنا الزيت ونكهه اطيب قلينا التوابل بنحط كبايتين مي ما بنكتر ليه؟ لانه بالله خلينا ياخذوا خواص هدول كلهم التوابل ايوه هلا بلا ما غليوا منيح بنحط المي اللي بدنا اياها بنحط الزيت حسب كميه الرز يعني نحن اسم الله عاملين مثلا 4 كبايات رز بدنا 8 كبايات مي صحيح. من ضمنهم هول الكبايتين يلي حطيناهم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اكله ما بيتاكل الا اكل التايتا استاذ مودي ليش ضاقت عيني ليش تفضل يا ريت ياكل نحن عم نعمل هالافلام بس مشان ياكل ما هو قال بده منه ايه هو قال اذا اكلت بدي طعميك شيء طيب هي شفت العمامه بدها تطعميك شيء طيب دغري ها والله منك هين استاذ مودي ابو هالطيب شكله هالطيب بس يعني لانه هو بيعرف وعود العمامه بتوعده وبتجيب يعني ما في خلاف فيها فدغري دغري بيسمع الكلمه يا تيتا سحتان انت شفت المحارم منين طلعت لاحظتوا مثل ما انا لاحظت ما فيني اقعد بلا محرمه ما فيني سقط الرزان غليو يا مرت عمي الله يجعل كل ايام ونعز امين رب العالمين كان منظر زلعان بسم الله الرحمن الرحيم نغسل ونصفى الحبة الطويلة الأمريكية تمام الناس تعمل الحبة المصري ريز تفلو الطلياني كمان فيهم يحطوا رز بسمتي؟ ايه كمان مثل ما بدو بسم الله الرحمن الرحيم هاكي ها بسم الله بننزل ايدنا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم تاكي صوبيعك عن جد هلا صوبيعك بده ينقصوا هلا عنديهم هلا بتلاقيهم 11 بعدين بتلاقيهم 10 احفظوهم كمصبع هو للأمانة عن جد سبحان الله هلا بعدنا قاعدين نحن لبين ما كانوا غليوا الميات كنا قاعدين عم نحكي انه انا من وين تعلمت الطبخ الطرابلسي بالتحديد من مرت عمي يعني لما بعمل الورق عنب لما بعمل اكله مثلا البطاطا على الكزبره لما
يا حبيبة قلبي بنت عمي. اما حبيبتي انا ما تعلمت الطبخ من امي ومن حماتي. ما بقدر اثنين الله يرحمهم وصلوا بدمة الله. شهادي لله حماتي نفعتني كثير كثير. الله يرحمهم ويرجع ويرحم جميع امواتهم. امين يا رب. انا لانه زوجة طرابلسي بتعرفوا انتم كلياتكم صرتوا تعرفوا زوجة طرابلسي واهله طرابلسيين. فانا لما تزوجت هادي صار يقول لي انا بدي اكل مثل اكل امي. فانا يمين شايفني على التليفون يا مرت عمي الاكل الفلانيه كيف بتنطبخ؟ بتقلي مرت عمي دخيل قلبها بتقلي بتشعلي الغاز بتحطي الطنجره على الغاز بالتفصيل بالتفصيل الممل حتى بالحظيه وحياه الله من اول مره كانت تنجح معي الوصفه. بس عم بدك عم اقول لك انا الي مره بالحلو انا بالحلو شهادي لله بالحلو الا الدنيا كلها بالحلو ما حدا بالمعجنات. هلا نحن فتنا قعدنا شوي بقط القعده واخذنا استراحه محارب وجينا نشق على الرزات. خزل عجبتي الريحة. الريحة اصلا الريحة انا بقول تحت تحت بمد يا ليلى ناطرة اسمع ما حبيبتي احنا ما شلنا التوابل منا انتبهي تعال شوفي لكن خلات القرفة خلات الجزرة خلات الحر خلات الغار. هلا عند على الغداء بدي اشيلها بشيلها انا خليتهم تمام. هلا شو بعمل يا ساترة بجيب حط علي كم قطعة كريسبي اها اعملي معروف. هلا نحن شو جايبين كريسبي حلو كريسبي حار اعطيني عمو حبيبتي بسم الله اعطيني اعملي معروف حطي غمزة بتيدي بعد املك بسم الله سمي بسم الله بسم الله الله والله ليكو هاي الاكلة طيبة عن جد مرت عمي عملت لنا اياها قبل هلا ولهلا طعمتها تحت دراسنا طبعا نرجع حبيبتي فسدي فيها بكره شوفي بنرجع بنقول هي وصفه بنت عمي فلا شو بعمل ما بحركهم بالملعقه سمي بسم الله من نسف تنسيف بسم الله الرحمن الرحيم بس يا غزل العين بده تحريك الرز مره ما شاء الله بده تحريك الرز مره يا غزل العين بسم الله قربي قربي لك قربي لك لو ليلى لو ليلى بسم الله لو ليلى بتعمل لك على الوجه انا ليه بتحركش فيها بدها بتحشر فيها انا ليه بتحشر فيها اسمعي صوتي ضروري قال لي بدق الباب بيسمع الجواب ضروري دق الباب انا شفتي يغزل عين بسم الله ما شاء الله تبارك الله الله يمرت عمي بشهوة لايك يغزل عين هلا هيك وصفه بنت عمي قالت لنا انه بس نحط الكريسبيات بدنا شو ننسف تنسيف هلا على التنسيف كان اسم الله ما شاء الله الرزات بدهم تحريك فهلا من بعد ما مرت عمي حركه الرزات حننسفهم اكيد بسم الله تعالي بدي عزم تعال تعال يخزل عين يخزل عين يخزل عين ما شاء الله تبارك الرحمن هلا شو بنعمل هلا بنطفي الغاز يا مرت عمي بنغطيه خلص لكن هلا بنطفي الغاز وبننطر الفاميليا اللي تجتمع وبفوت انا لهون مشان الاضاءه مشان تبين الاضاءه اجمل عليكم بهتم بنظرات عيونكم انا تكون عيونكم مرتاحه انتم عم تحضروا الفيديو فهلا الاكل جاهز وهن على وصول لتكتمل العائله كلها الفاميليا كلها تجتمع اليوم هو نهار سبت فعنا نحن هون بلبنان السبت والاحد عطله بننطر نحن هيدا اليومين لننجمع فيها اجمالا الاحد قليل ما ننجمع اخص نحن من بعد ما صرنا بعاد عن مرت عمي لانه ثاني يوم بيكون في مدارس التنين بيكون في مدارس فمنفضل نجي السبت لانه السبت بيكون في سهره بالليل بنسهر مع بعض ثاني يوم عادي بننام بنضحي بالنومه ما في اي مانع فمنفضل اكثر شيء ننجمع ايام السبت بنكون مبسوطين هيك مع بعضنا وبنشوف بعضنا بنكون قلنا زمان مش شايفين بعض خاصه قد ايه قلنا مش شايفين بعض يا مرت عمي كثير والله من العيد اي والله امين رب امين رب العالمين وبس نحن دائما على التليفونات يعني مع بعض دائما الصبح وعشيه قبل الترويقه وبعد الترويقه قبل الغداء وبعد الغداء مرت عمي شو بدك تعملي اكل اليوم بنطمن على بعضنا بنطمن على اليوم شو الاكل اليوم هذا سؤالنا اكثر شيء الصبحيات لما بفيق انا بعمل النسكافيه بنشرب وانا وهادي بنقعد لنصطبح مع امهاتنا نتصل بمرت عمي بنرجع نتصل بامي فالحمد لله دائما نحن على اتصال مع بعض حبيبتي عم تقولي انا وياك نحكي عن اكل اذا بكون ماشي بالشارع بشوفوني حاجه شو طبخه اليوم شو عامله عم بكره حجه شو بدك تعملي اكل
والله حتى الجيران والله معهم حق. قولي لي ليش عم ليه عمو حبيب؟ لانه انا بقول لهم للمتابعين حبايب قلبي بقول لهم اكتبوا لي انتوا اليوم شو عملتوا اكل، لانه عن جد ما شاء الله على كتر ما الانسان يعني خلص بيعمل الاكلات وصار متعود انه شو بده يعمل اكل، فعباله عباله يسمع هيك وصفه جديده، وصفه اول مره بيسمع فيها تيطبقها ويشتهيها. مثلا انا اذا بسمع مثلا مرت عمي اليوم عامله شي اكله، ما قلنا زمان مثلا مثل هي البرياني فوق كريسبي، بس نحكي فيها مثلا بتيجي على بالنا ايه والله قلنا زمان ما عملناها خلينا نعملها. او احيانا مثلا بنكون قاعدين والله ليكي ليلى امبارحه كنت عامله انا كوسه بلبن، بس شو كوسه هيك كل كوسيه هالقد فيك لي سويعك وراهم. انا بقول له هيدي هيدي جيب لي معك كوسه، بقول له هيدي جيب لي معك كوسه، اشتهيت الكوسه بلبن. فهي هيك بتصير يعني عادي الواحد يسال عن الاكل وشو عاملين اكل وشو. فاكتبوا لنا هلا 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 انزلوا بالكومنتات اذا وصلتوا معي بالفيديو لحديت هون، انزلوا بالكومنتات اكتبوا لي انتوا شو عاملين اكل اليوم، انتوا عرفتوا نحن شو عاملين اكل، فاكتبوا لنا بلكي منغار منكم على بكره. والله ما ذوقوا هالطبخه اللي يعملوها دغري دغري لو تشوفوا دغري طبخوها بس شو مريحه. وهذا اللبن بخيار طيب معه اللبن بخيار يا مرت هو لقله اللبن بخيار خص نص خص نص جاي لقله ابدا بسم الله هلا منزين وشه بالكريسبي ما هيك؟ ايه حبيبتي انت ها هلا بنعمل كذا صحن من هذا الصحن يعني شو ما حضرتي ما حضر واجبك يعني شو اهلا وسهلا حط لك ليه ما تدوقي شو هذا يا مرت ناس بتقلها لبنيه ناس بتقلها عمحيه ناس بتقلها ما بعرف شو حمص وقمح ولبن انا حطيت لك لقمه دوقيه وتدعي لها مرت عمي تفضلي يا سلام بعد الغداء والله تاكلي صوبيك نحن بنتحلى باللبنيه بعد الغداء يعيشوا معمول ماد وحالته الجبن حالته الراز يعيشوا يعيشوا هدية تلاقيكوا هذا عباره عن قمح وحمص ولبن اكثر شيء عندنا اهل والله شكلهم بيعتمدوا علي كثير 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 اهل الضيعة لانه عندهم طرش عندهم غنم عندهم بقر مواشي عندهم ماعز مزبوط ايوه بيعتمدوا علي كثير كثير صحيح والقمح هن بيزرعوا ليلى حبيبتي انت صح والحمص هن بيزرعوا فهيدي كمان امينه بعتبر يلا تندوقه ليكو بتبل القلب بتبورد على القلب بهالايام الصيف بسم الله مرت عمي مرت عمي فاتت لجوا الضيف كنتها الثانيه وحياة الله كثير طيبين مرت عمي شو دقتيها مرت عمي بيشهوا القلب عدمي والله العظيم كثير طيبين كثير كثير طيبين عمو حبيبتي في شغله مهمه انا اللبن ما بحط له مي في ناس بتحط لبن نص بنص اها انا بحط ربع مي بتقلل الميات كثير تحسي بطعمه اللبن ودسامه لا بس والله طيبين كثير طيبين كثير الله يسلم دياتك وفي ناس بتغليها على الغاز مشان تطول عندها يومين ثلاثه يعني بكتروا ما شاء الله صحيح انا ما بكتر بعمل على القلب شو حلو الواحد يعمل منه يعمل جاط كبير ويتركه بالبراد يروح ويجي يبورد قلبه بكاسه كثير بتنبسطي والله